السلام عليكم. مساء الله وبركاته باشمهندس عمر، ازيك يا استاذنا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بخير. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، انا منتظر المهندس هشام يدخل معانا ان شاء الله. تمام، منتظرين ان شاء الله تكون محاضرة قوية باذن الله ان شاء الله، انا منتظر اهو. ان شاء الله. كنا منتظرين وجود حضرتك في البيم داي. الله الله يكرمك، انا بس مسافر، فان شاء الله يعني ربنا ييسر امور ان شاء الله. ربنا يستر ان شاء الله. والله كان يعني كان يوم كويس، وسواء من المهندس كمال او من الناس اللي القوا في المحاضرات في اول يوم. طبعا كان منهم المهندس هشام، وثاني يوم برضو كان يوم كويس، كان فيه برضو مهندسين كويسين زي المهندس اسلام خليل، المهندسه رنا، كان فيه كذا مهندس. يعني الحمد لله طلعنا باستفاده كويسه برضو في مجال البيم. تمام، الحمد لله، ما شاء الله، كويس كويس، ان شاء الله المره الجايه تبقى انت محاضر انت كمان معاهم باذن الله. يا رب والله، بس ربنا يكرم، بس نلاقي شغل بين من الأول. لا لا ان شاء الله، ما تقلقش باذن الله. يعني الحمد لله طلعت بشوية علاقات كويسة في المؤتمر، سواء من مكتب شاكر، من مهندس محمد فوزي زي ما حضرتك قلت لي، أو دكتورة شاهندة من أوراسكوم، في من حسن علام، في كذا مكتب برضو قدمت فيهم، وربنا ييسر الأمور إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله، أنا بس هشوف المهندس هشام ماله، مش عارف، أنا بعت له دعوة بس لسه ما شافهاش، هتصل بيه كده وأرجع تاني. ماشي تمام، اتفضل يا باشمهندس. ماشي، السلام عليكم. فدايما الجزء المتعلق بالتكنولوجي في الحتة دي بيكون حاجات متعلقة شوية بالسوفت وير ديفلوبمنت والحاجات التريننج في مجال الانفورميشن تكنولوجي، وطبعا الجزء الجي اي اس والبي اي ام. حاليا المفروض ان انا يعني دعوات حضرتك كده، المفروض قريب ان شاء الله اناقش الماجستير ان شاء الله، هي في نقطه متعلقه ب استخدام السوفت وير ديفلوبمنت والجي اي اس في مجال الجيوتكنيكال انجينيرنج، هندسة التربة والأساسات. حاليا شغال في مشروع في بيخص بالكود كومبلاينس تشيكنج، أو حتى كنت لسه بتكلم عنه في البيم سامت كان الأسبوع اللي فات، اللي هو إزاي إن أنت تقدر تعمل فاليديشن على بعض الرولز، سواء بقى كانت يعني الكود المعماري او الكود الانشائي او ايا كان الكود بتاع الدوله في 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 تخصص معين، انت ازاي تدخل الموديل وهو يقدر يشوف هل الموديل ده فاليد ولا نوت فاليد، حاجه كده عامله زي زي كلاش ديتكشن بتاع البي اي ام، ان هو في رولز للكلاشز المفروض ان هو لو هو خالف الرول دي هو يبدا يقول لك لا كده انت عندك مشكله، فلا الرولز بتاعتنا بقينا احنا اللي بنحطها، لان احنا اللي بندخل السوفت وير نقول له والله هو ده ما فيش كلاش، هو هنا ما فيش مشكله بالنسبه للبرنامج، بس في مشكله بالنسبه للاشتراطات بتاعت البنى في الدوله دي. ده المشروع اللي احنا شغالين حاليا عليه في الفتره الحاليه. يعني حضرتك مثلا الابعاد اللي بقول في الكود، تمام، يعني مثلا الكود بيقول المسافه بين كذا وكذا، او العرض بتاع الطرقه مثلا بالظبط، العرض بتاع الطرقه بالظبط، الطول بتاع الدروه، ارتفاع المبنى، مساحه الدور بالنسبه لمساحه الارض، كل الاشتراطات دي هي دي اللي احنا بنحققها. احنا حاليا شغالين على الكود المعماري، بس ان شاء الله المفروض في الفتره اللي جايه هنبدا نشتغل في الكود الانشائي، وندخل معانا الحاجات بتاعت الام اي بي برضه. السكوب الحالي اللي احنا شغالين عليه هو سكوب الفيلل السكنيه، بعد كده هنبدا ندخل في العمارات السكنيه، وندخل معانا المباني الاداريه والتجاريه وكذلك، يعني كل حاجه بقى بالاشتراطات بتاعتها بيعمل تشيك. بالظبط بالظبط، يعني مثلا الفاير مثلا ممكن يقول لي ده في كام حته مثلا مش متوافقين مع الكود الامريكي مثلا اف ام بي ايه، حاجات قريبه من الحيطه مثلا. بعيده عن الحيطه المسافه دي، طب ده ممتاز وهايل، يعني بدل ما الواحد ياخد وقت كتير في انه يعمل حاجه زي كده،
يبقى ممتاز ان الكمبيوتر اوتوميشن يعرفني فين المشكله وانا احاول احلها بعد كده. بالظبط بالظبط، بدل ما كان في مهندسين دي كانت شغلتهم في البلديه ان هو يقعد يطلع الاخطاء دي، ده غير بقى ان هو طبعا يعني الى حد كبير بيشيل الخطأ البشري، يعني اللي هو لو هو فوت حاجه سواء بقى بقصد او بدون قصد. يعني انه نفترض حسن ده هيمنع ده يعني. وحتى كنت لسه بتكلم مع ناس، يعني كنت بنتكلم في حته ان موضوع الاوتوميشن هو جاي، يعني هو اصلا دخول البي اي ام الفيلد بتاع الكونستراكشن هو ده بدايه الاوتوميشن يعني. ده بالعكس، ده هو من اول الكات كمان، يعني من اول ما بدانا نعرف ان ايه كات سيستم، وبدانا نستغنى عن عدد الناس الكبير اللي كانوا بيرسموا مانيوال، وانتقلنا للاوتوكاد واخواته، وبعدين انتقلنا للبي اي ام، كل ده اوتوميشن. جميل، بس الكاد برضو ما بقدرش اعمل ليه عليه اوتوميشن جامد، لان هو مش قادر يفهم ان دي بواب، ان دي حوائط. فالقوه اكتر في البن، يعني ايا كان السوفت وير، يعني مش بتكلم عن ريفت بس، اي سوفت وير ما دام بيستخدم تكنولوجيا البن والبارامتر والاوبجكت هيبقى اسهل ان شاء الله. ده حقيقي فعلا. اللي انا اقصده ان هو الكاد بالنسبه لنا دلوقتي هو حاجه خلاص، يعني اولد فاشن. بس بالنسبه بقى الوقت ما الناس كانت لسه بترسم بايديها وكان كل حاجه عندهم مانيوال، ده كان بالنسبه لهم اوتوميشن، كان بالنسبه لهم جديده ووفر معاهم وقت. وبعد كده طبعا البي ام حاليا، يعني بالنسبه لنا دلوقتي الاوتوكاد، لو حد حضرتك يعني تقول لنا، يعني هو لو في حد لسه عنده الريزيستنس بتاع دخول البي ام في شركته، يعني هو يعتبر متاخر كتير كمان. تمام. طيب انا كنت عايز حضرتك تعرفنا بموضوع ايه هو البيم. اوكي، هو كان في سؤال باشمهندس منيب كان عايز اساله. أيوة. ممكن ناخد السؤال بتاعه. اتفضل. فانس الفارس. اتفضل. يسأل حاسب التخرج عشان ندخل المجال. يعني عايزين بقى البيم والجاي اس والبرمجه. اوكي. طيب هو يعني حضرتك، يعني انا بس محتاج من باشمهندس منيب يساعدني بس اكتر في يحدد يقصد ايه بكلمه المجال، وانا هبدا اتكلم عن السؤال اللي حضرتك كنت بتقول عنه. برضه باشمهندس اسامه لو حابب يسال في حاجه فممكن نبدا ناخد الاسئله ونجاوبها واحنا ماشيين. بالنسبه للبي اي ام، يعني خلينا طبعا البي اي ام از بروسيس، اعتقد يعني احنا اتكلمنا عنه كتير، وطبعا التشانل بتاعت حضرتك وبيمي ريبيا من احسن، ما كانتش احسن ريفرنس موجود للناس في الجزء بتاع البي اي ام بروسيس، يعني لا يفتى ومالكم في المدينه. فانا افضل يعني ان انا اتكلم عنها اكتر من الشق التقني وازاي الموضوع بدا. يعني الحقيقه في البدايه وقت ما الناس كانت شغاله مانيوال، بداوا يقولوا لا احنا عايزين نأوتوميت الموضوع شويه، فبداوا بسيستم حاجه اسمها الداك، واللي معروف. وبعد كده قعدوا يقولوا لا الداك ده اسم مش لطيف، فقالوا ايه هيبقى اسمه كاد، وكاد دي هتبقى ستاندز فور كمبيوتر ايديد درافتنج او كمبيوتر ايديد ديزاين، وكانوا بيعملوه على اجهزه كمبيوتر قديمه قوي كده. يعني انا بحاول دلوقتي وانا بتكلم كده اشوف لو في فيديو عندي يبين قد ايه الموضوع كان بدائي يعني في البدايه. ومع الوقت بدا الناس تطمع اكتر، لا احنا عايزين مش بس نرسم بايدينا، يعني ما يبقاش بس الاوتوميشن في حته الرسم، لا احنا عايزين كمان نرسم بالارقام.
بالارقام، بمعنى ايه؟ ان انا ادخله القيمه الفلانيه فهو يعدل في البعد الفلاني او يعدل في الثيكنس الفلاني. فبدا عندنا يطلع حاجه اسمها البارامتريك ديزاين. وطبعا يعني اعتقد الناس كلها عارفه دكتور زها حديد من اشهر الناس، مش حتى مش عندنا احنا بس، ده عالميا في الفيلد بتاع البارامتريك. يعني النهارده كان واحد بيتكلم عنها، يعني ف صديق لي راح قابلها وبتساله على حاجه، يعني واحد مصري، فلما سلم عليها قال لك انا مش هخسر ده تاني، هحتفظ بال يعني يعني بالنسبه للمعماريين كلهم يعني. ما شاء الله ما شاء الله. انا يعني كان في تشانل اعتقد حضرتك عارفهم اللي هم بي 1 ام. طبعا في مره لقيتهم منزلين تويتس، التويتس دي فيها مودلز اصلا لدكتور زها الله يرحمها يعني. الله يرحمها. فهي كانت من الرواد في الحته دي، ودي حاجه برضو تزعل لما يكون الرواد في فيلد معين من البلاد بتاعتك او من اللي انت بتنتمي ليها يعني، وتلاقي لا المنطقه بشكل عام متاخره في الحته دي، برضو بتبقى حاجه تزعل يعني. طبعا اكيد اكيد. بس فبدا الموضوع بارامتريك موديلنج، وده كان في وقت بيبدا يطلع فيه الشركات اللي زي اي بي ام ووراها بقى مايكروسوفت وابل. وكان بدا الكونسبت بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كان جدا بالنسبه للناس. وعلشان خاطر نوضح يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج وازاي ده عامل ريفليكشن على البارامتريك موديلنج، خلينا نبدا الموضوع من البدايه. ازاي اصلا الموضوع يعني ايه بروجرامينج؟ كلنا نسمع عن الخوارزمي ونسمع ان هو مخترع علم الجبر، ويمكن ممكن نعتبره هو الاب الحقيقي لعلوم الحاسبات مش بس الرياضيات. يعني الخوارزمي هو عمل ايه؟ هو عمل ما يسمى بالخوارزميات، او اللي هي اللي بعد كده لما تم تعديل الاسم باسماء اللي هي الالجوريزمز. الالجوريزم هو عباره عن طريقه لحل المسائل الرياضيه بشكل مبسط. بمعنى هو بيعتمد على شويه حاجات، بيعتمد على اول حاجه كان اسمها ايه البرانشز، التفريعات. بمعنى ايه؟ انه والله انا دلوقتي هحل معادله تربيعيه، فعندي في القانون العام لحل معادله تربيعيه، وتحت الجذر في المميز، بناء على قيمه المميز ده بقول والله في المعادله دي ليها حلين عددين حقيقيين ولا عددين تخيليين، ولا الجذرين بتوعها او العددين بتوعها بيساوي بعض، فبنسميها مجاز ان هو حل واحد. طيب فايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ احنا عملنا حاجه الجوريزم صغير او جزء من الجوريزم صغير، ان قلنا بناء على القيمه المسار بتاع الحل هيمشي. فدي كان اول حاجه بيعتمد عليها الخوارزمي، ان بيكون كل خطوه بيطلع منها ناتج وبناء عليه يا اما هتروح يمين يا اما هتروح شمال. وده اللي احنا نعرفه في البروجرامنج بالكونديشنز او الاف الس او الكيسز. لو في اي حد يعني معظمنا درس كورس البروجرامنج صغير كده مثلا في الكليه او حاجه عدت عليه. الحاجه الثانيه هي التكرار. يعني احنا زمان كنا ممكن في الكليه او حتى ممكن اعتقد اذكر كان في ثانوي ولا لا، الايتريشنز، ان والله انت بتبدا تكرر تعيد شويه خطوات مره والثانيه والثالثه وتشوف الحل الترايل اند ايرور بالظبط، وتشوف الحل هي بيحصل له كونفرجنس ولا ديفرجنس، هل بيقرب من النتيجه اللي مطلوبه ولا بيبعد عن النتيجه المطلوبه. وده ده رياضيا اللي عمله الخوارزمي، اللي يعرف حاليا في لغات البرمجه باللوبس، اللي هو بقى الفور لوب والوايل لوب. فبدا الناس لما جم يخترعوا الكمبيوتر عايزين بقى يخلي الكمبيوتر ده يعمل يحل مشكله معينه، فلقوا والله زمان كان في واحد اسمه خوارزمي كان عامل طريقه لطيفه كده سيستماتيك، مش محتاج ان انت كل شويه
تتدخل. هو ايه، هو الكمبيوتر بياخد 1 2 3 ويقعد يعيد 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 لغايه ما بيوصل للنتيجه. قالوا خلاص احنا هنستخدم الطريقه الرياضيه اللي هو عملها دي، وهي دي اللي الكمبيوتر هيشتغل عليها. ومن هنا طلع من الخوارزميات الاسم بتاع الالجوريزمز اللي اتبنى عليه بعد كده علم الكمبيوتر ساينس كله. الطريقه اللي كنا شغالين بيها دي بنسميها لينير بروجرامنج او ستراكتشرد بروجرامنج، بمعنى ان الكود كله مكتوب ورا بعضه كانه حل مساله، هنعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. فنيجي بقى لحته البارامتريك موديلنج، عايزين نبدا نشوف ازاي نعمل مثلا يكون عندي اليمنت معين زي ما حضرتك قلت حيطه، وعايزين نديها الابعاد بتاعتها بارقام معينه. فعشان خاطر ده يتعمل معناه ان لازم يكون الكمبيوتر فاهم ان دي حيطه او ان ده فلور او ان دي او ان ده ضغط او ايا كان بقى الحاجه اللي احنا بنستخدمها. فعشان ده يتعمل في البروجرامنج محتاج حاجه شبيهه لده، فكان هو الاوبجكت اورينتد. الاوبجكت اورينتد بمعنى ان هيبقى عندي جوه الكود نوع اسمه حيطه. طيب ده هيتعمل ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها كلاس. الكلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن جدول او الهيدر بتاع الجدول. يعني ايه الهيدر بتاع الجدول؟ انا دلوقتي والله عندي قلنا الحيطه دي ليها لينث وويدث وثيكنس وماتيريال وي وي وشويه حاجات كتير كده. الحاجات دي كلها الهيدر بتاع الجدول اللي هو العنوان بتاع الجدول، اللي هو كان زي الفلوت شارت فعلا يا باشمهندس حسام. دي هي الالجوريزمز واللينير بروجرام. الاوبجكت اورينتد بقى عامل زي هيدر بتاع الجدول ده، كان بقى عندي جدول حيطه. فكل ما هاجي اعمل حيطه جديده بقى هعمل ايه؟ هامله في القيم اللي موجوده. هعمل حيطه جديده هامله في القيم هامله، يعني كاني بنزل ريكورد في الجدول زي الاكسل كده. وهو ده الفكره بتاعت الاوبجكت اورينتد، ان انا يكون عندي تمبلت جاهز، حاجه زي التمبلت جاهز، في قيم ثابته. القيم الثابته دي عشان خاطر اقدر اكرييت وول جديده ببدا لازم املى القيم دي علشان خاطر يتعمل لي كرييشن لريكورد جديد او صف جديد في التيبل، او بقى في الكود بيتكريت اوبجكت جديد، او اللي احنا بقى في الشق اللي يخصنا كمهندسين ان يتكريت في الموديل انستانس جديد للحاجه دي. فمن هنا بدا البارامتريك موديلنج. وطبعا مع الوقت كمان بقى بدأنا نقول لا، أنا مش عايز الموضوع بس يبقى بارامتريك، أنا عايز كمان أن يكون في رولز تحكم الإليمنتس ببعضها. بمعنى إيه مثلا لو حطينا مثلا باب جوه حيطه يبدا يعمل فتحه، لو خرجنا بره بالظبط مظبوط. فانا دلوقتي هاجي احط الباب ده على الحيطه، فلازم يكون جوه الحيطه. فانا لو جيت طلعت الباب ده بره المفروض ان هو يقول لي لا، ان في مشكله، الباب لازم يكون هوستد على اليمنت بتاع الحيطه. بالظبط ده المثال مظبوط. او حتى ان انا اكون زي الامر بتاع جوين، ان انا يكون عندي الفلور والوول مربوطين ببعض، فلو جيت حركت حاجه فيهم تاني باي ديفولت يتحرك وراه. فالرولز دي هي اللي بدات تطلع عندنا حاجه ماتيور نقدر نقول عليها بارامتريك موديلنج، او الصوره بقى الاورينتد من البارامتريك موديلنج. لان البارامتريك موديلنج اول ما بداش ناحيه الاركتكتشر والاستراكشر، هو بدا اكتر ناحيه الميكانيكال والبرامج اللي بتخصهم. احنا الجزء اللي خدناه من البارامتريك موديلنج خدناه ناحيه البي اي ام او البيلدنج انفورميشن موديلنج، ان احنا بقى بدل ما كنا شغالين زي ما حضرتك قلت من شويه بلاين ولاين وبوليجون وبوينت ومجرد تولز بتاعت رسم، لا انا عندي فيه هيدر للتيبل وعندي فيه اليمنت معين عشان خاطر اقدر اعمل حاجه زيه، لا باخد منه نسخه. انا بقى عندي هو الراجل اللي بيعمل السوفت وير بيعمل الصيغه الاصليه البيرنت ده، وانا ببدا اخد منه الانستنس بتاعته. فده من الناحيه التقنيه. يعني لو حضرتك تديني الثانيه شوف، كان في اعتقد جراف كنت
كنت عامله ممكن يساعدنا في الجزئية دي. أو كان باشمهندس حسام بيقول attach top and base for example، صح مظبوط. طيب باشمهندس منيب كان بيقول بالنسبة لحديث التخرج عشان ندخل المجال، أنا مثلا اتعلمت ريفت ونيفس ورك جيدة لكن ما بقدر أدخل أي شركة لما أروح وأمشي شركات، لما اروح امشي عشان في انجليش في النص في العربي اللغه. لما اروح الشركات مجرد صعب يلاقي فرصه ان هو يمارس اللي هو اتعلمه عملي، يعني هو عايز يبدا منين البدايه. اوكي طب يعني لا مفيش مشكله باشمهندس منير. طب يعني اعتقد ممكن حضرتك برضو تقول لنا رايك في النقطه دي. لا حضرتك تتكلم. طيب هقول لحضرتك مثلا ممكن نعمل ايه. ممكن مثلا يبدا يطبق مشاريع حتى لو هي مطلوبه كاد، او حتى لو هي مشروع مش معاه. يعني مثلا لو عمل موديل لمشروع مثلا زي مبنى لزو حديد وبدا يحطه في بورتفوليو، يعني بدل ما يروح الشركه، في ناس بتروح بالسي في تمام والسي في يكون فاضي، او في مثلا ان هو اتخرج من الكليه، هو يبقى عنده السي في وان هو اتخرج من الكليه ومعاه بورتفوليو فيه نماذج للشغل اللي هو عمله، فدي هتبقى نقطة تخلي السي في بتاعه أقوى. بس يعني الله أعلم. ده حقيقي، وأعتقد دي هتكون نقطة قوية جدا في البورتفوليو بتاعه، عشان خاطر هو بيثبت اللي هو يا جماعة مش هو ده الحاجة اللي أنتوا طالبينها. فده اللي أنا أقدر أعمله. وفي نقطة برضه الحقيقة مهمة، يعني هي نقطة هي مش متعلقه قوي بالجزء العلمي او الجزء التقني، اكتر بالجزء المبيعاتي، اللي هو ان الشكل بتاع السي في والمعلومات اللي موجوده في السي في لازم تكون موجوده بشكل مبسط، الراجل ما يحتاجش ان هو يقعد، لان يعني في احتمالات كتيره يكون اصلا الشخص اللي بيشوف السي في مش شخص تقني اصلا، يعني مش مهندس، او مش مهندس مش متخصص، يعني اتش ار اقصد، ده بمعنى ده اللي انا اقصده. فهو بيبقى معاه شويه كي ووردز هي اللي بيدور عليها، لو لقاها تمام، لو ما لقاهاش يبقى خلاص يعني بيدخل على السي في اللي بعده. يعني في معلومه كده مش عارف، كنت شغال فعلا في شركه وكان المسؤول فلبيني، فكان هو مثلا يجي له سي في الاستدامه بيعمل سيرش على مثلا ليد، لو لقاها يبعتها، لو ما لقاش كلمه ليد دي يلغيها، وهكذا. بالظبط، لانه مش متخصص. فهو يعني ده هو حتى ده هو بيعمل سيرش، ده هو كده ما مش بيدور حتى بعينه يعني. تمام. مظبوط. ما بيسال حضرتك سؤال، لو هو اشتغل على نفسه كتير في مجال البيم بس ما فيش فرصه، هل يدخل في مجال الاوتوميشن والبرمجه؟ ولا ممكن في الفتره القريبه يفتح شغل بيم، وواضح في المستقبل برضه ندخل مجال الاوتوميشن مع البيم؟ والله انا شايف ان هما الاثنين، يعني هي الفكره الاثنين مرتبطين ببعض. وكان في مثال كده يعني بحب اقوله، هو ان في اي عينه بشر من الدنيا، في الدنيا في اي حته في اي جروب، هم هتلاقيهم متقسمين 10% قدام خالص، و10% ورا خالص، و80% في النص. والمشكلة ان دايما احنا غالبيتنا بنكون في قاعدين في ال 80% اللي في النص دول، وده ما بيكونش بمزاجنا، يعني ده بيكون بسبب مستوى التعليم بتاعنا. التعليم بتاعنا كله متشابه، احنا كلنا بنتعلم، يعني بندخل نفس الحاجة وبنتعامل نفس الحاجة، فبنذاكر على قد ما بنقدر وبنطلع تقريبا بمستوى إجادة قريب من بعضه. فدايما دورنا، يعني انا عارف ان الكلام ممكن يكون عام شويه، بس لو بدانا نفكر فيه كتطبيق شخصي هنلاقي الموضوع ابليكابل. يعني انك تبدا تشوف، انا دلوقتي مع زمايلي مثلا في الدفعه، طيب هم بيعملوا ايه؟ فهم بيعملوا، والله كلنا متساويين ان احنا كلنا بندرس هناخد البكالوريوس، لا يبقى انا محتاج خطوه زياده. فلما اجي اخد الخطوه الزياده دي مثلا هروح اخد كورس معين، زي ما مثلا الباشمهندس منيب كان بيقول نيفس ورك وريفت، خلاص يبقى انا لما رحت اخد الكورس ده في، يبقى انا كده قللت، ما بقتش زي ال 80% كلهم، بقيت مثلا زي ال 40 اللي قدام.
طيب ال 40 دول انا محتاج ان انا اميز نفسي عنهم. طيب اميز نفسي عنهم ازاي؟ اشوف اخد حته زياده. فممكن يعني كلام حضرتك في حته الاوتوميشن ان هو يكون حته زياده بالنسبه له، يعني بلس بالنسبه له للشركات. والله ايه ده، ده الراجل ده بيشتغل ريفت ونيفس وورك وبيعرف اوتوميشن، فاعتقد دي هتكون حته بالنسبه له قويه يعني. يعني حتى كان مؤخرا كان في لسه والله الكلام ده الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات اول الاسبوع اللي فات، شاب لسه حديث التخرج وشغال في مكان، شغال مهندس عادي خالص، بس هو يعني اتعلم اوتوميشن. يعني انا اعرفه بشكل شخصي، والراجل والله هو قاعد شغال بيجي قدامه شغل عادي وبيعمل شغل كمهندس، وبعدين لقى ان في حاجه بتحتاج ريبيتيتيف ورك، الموضوع بيتعاد كتير. ف كان حتى كان شغله متعلق بتقارير الجسات، والموضوع ده بيكون فيه داتا انتري كتير قوي. فالراجل عمل ايه؟ قال والله انا هعمل سيستم عشان خاطر اسرع الشغل شويه. فالحاجه اللي كانت بتاخد 3 ايام بقت بتاخد دقائق او نص ساعه. طيب يعني ده كلام عظيم، ده في فرق كبير جدا. يعني حضرتك عارف طبعا اليوم ممكن يكلف الشركه قد ايه. فلا، فالراجل عمل يعني لما ده يتضرب بقى في عدد الايام بتاعه المشروع، لا عمل وفر مبلغ محترم يعني. فلما الراجل ده جه يمشي مع ان هو حديث التخرج، صاحب الشغل او مديره قال له لا، اقعد اقعد باي شروط انت عايز، اقعد اشتغل 4 ايام، خد الرقم الفلاني. بس طبعا يعني كل مكان وكل شركه بيكون ليها سقف برضه في الايه، في العرض اللي بتعرضه يعني. فاعتقد يعني كل ما يكون انت عندك سكيلز اكتر، كل ما بتزود فرصك اكتر يعني. فدايما ايه، بنحاول نكون لو احنا مش في العشرة اللي في المية اللي قدام، فنكون في الناس اللي فوق في 80%. اقصد مش اللي فوق بمعنى، اقصد بمعنى مهاراتي يعني او قدراتي. هو حضرتك سمحت لي، كان في كلمه علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن، قيمه كل امرئ ما يحسن. يعني لو واحد اتقن مهاره اضافيه هتلاقي ده قيمته تبقى اعلى في المكتب. انا برضو لما كنت شغال في الاوتوكاد كان عملت بعض الاثبات سهلت عليا الشغل، وخلت الحاجات اللي ممكن تاخد اسبوع كانت بتتم في دقيقه. يعني كان مثلا عندي لوحه فيها مقاسات كتيره جدا وعايزين نحولها من المتر للملي لوحدات القياس الثانيه الامريكيه، فعملنا لسبة عملهم كلهم، كل اللوحه يروح نحولها في ثانيه واحده. طب في سؤال بيقول الداينامو، هل ممكن الخص خطوط الداينامو الكثيره بالبلجن؟ مش عارف معنى السؤال. هو ممكن الواحد يعمل البلاجن يحط جواه برمجه داينامو؟ اوكي ماشي تمام. طيب انا كده بالنسبه يعني الاول سؤال اللي هو بتاع باشمهندس اسامه، يعني حته ان انت تزود السكيلز بتاعتك، يعني انت بتسعى في الاول وفي الاخر، فده هيزود الفرص بتاعتك. لو انت ما لقيتش فرصه في مجال البيم، وجهه نظري اشتغل في المجال، في اي شركه شغاله في المجال بتاعك، مش لازم تكون شغاله بيم لغايه ما تلاقي فرصه، لان كل ده بيتحسب عليك خبره. لان خد بالك في الاخر هو البيم هي بروسس بتسرع الشغل. فلو انت عندك الخبره بتاعت المشاريع، فانت بالفعل انت عارف ايه هي الحاجه اللي هيتعمل ابلاي عليها البيم بروسس، والتكنيكالز كاريفت والحاجات دي انت اتعلمتها. وكده كده انت هتبقى رايح هناك انت كراجل بتبدا، يعني منك انك تكون حد تنين يعني. فانا رايي الشغل اللي قدامك اقبل بيه طالما في المجال الهندسي، زود في السكيلز بتاعتك. لو هتتعلم اوتوميشن او كده طبعا هيكون افاده ليك، سواء بقى كان في البيم او في غيره. زائد حته السي في، يعني نهتم جدا بالموضوع بتاع حته السي في دي، لان فعلا السي في بتاعك ما بيتبصش فيه اكتر من 7 ثواني للاسف يعني. والرقم ده انا مش جايبه كده يعني، دي كان احصائيه للاسف، انا مش فاكر المصدر، كنت قريتها في مكان ما يعني. الاتش ار لو لقى السي في 30 صفحه بيلغيه، بيقول لك مش هطبعه.
بالظبط اه بالظبط، اللي هو هيتعب نفسه ليه؟ وانت بالنسبه له تاسك، هو عنده في كام سي في، كام واحد غيرك مقدم، دايما حط دي في بالك، عندك كام واحد غيرك مقدم، انت محتاج ان انت تحط له الكيوردز المناسبه وتلفت نظره. السي في مش، لا اللي هو انا هاخد السي في بتاع زميلي واقوم حاطط حاجات نفس الحاجات اللي هو حاططها وابعتها، هو مش شيت بيتسلم هتاخد عليه درجه. لازم اه يعني للاسف بعد الكليه الموضوع بيكون ملوش اسطمبه للاسف يعني، فانت بتحتاج ان انت على قدر على قد ما تقدر تميز نفسك. كان جالي سي في، كان جالي سي في مكتوب فيه ان هو اشتغل وخبره في بيم ليفل 3. فانا عارف ان اشتغل بيم ليفل 3، فقلت له طب تعالى لي بقى علمني بقى. نقل اي حاجه. ومره مهندس كهرباء برضه واخد سي في بتاع مهندس انشائي بيم، فكاتب ان هو مهندس بيم متخصص في الحفريات وفي القواعد والحاجات دي فاونديشن. فقلت له يا عم انت مهندس كهرباء، انت نقل سي في غلط اصلا يعني. عارف المصدر. وحضرتك دلوقتي بتدرس في الاي تي اي مظبوط؟ يعني هو لغايه السنه اللي فاتت انا كنت موجود از فول تايم، اما لسه يعني ان انا مشيت، بس انا موجود معاهم از اوت سورس انستراكتور يعني. طب حضرتك معلش انا بس يعني ممكن استاذن من حضرتك ثانيه واحده؟ معلش انا اسف جدا، بعتذر لك جدا 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 جدا. الله يكرمك. طيب انا حضرتك حضرتك الموضوع حضرتك جيت عليه، حضرتك سالته لي اللي هو هل ينفع ندخل ال جزء من الدايركت بلوجينج صح؟ بالنسبه للسؤال ده، هو احنا ينفع ندخل جزء بروجرامنج في الداينامو؟ واعتقد دي الجزء البايثون والسي شارب. الايه؟ البايثون والسي شارب. بايثون والسي شارب بالظبط، ادخل جزء بروجرامنج في الداينامو، لكن اني اعمل العكس والله لو احنا اعتبرنا ان الداينامو تول زيه زي اي تول ثانيه، فاه ممكن نعمل له كول من جوه البروجرام. تمام. ده مع ده. تمام. بس هي الفكره بس كلها، هو ليه يعني الناس بتلجا للبروجرامنج اللي هو البيور بروجرامنج، مع العلم ان في الداينامو، الداينامو اسهل والموضوع يعني حتى زي ما بتقول فيجوال بروجرامنج، الموضوع دراج ودروب، الموضوع مش محتاج ان انت تتعلم لغه برمجه. الناس بتلجا للبروجرامنج لان الريبت، لان الداينامو كاني بعمل ايه؟ انا محتاج الناس تكتب كود عشان خاطر تعمل حاجه معينه، فعشان خاطر الناس ما تكتبش كود فبيعمل ايه؟ بيبدا يقعد يبني طبقات كتير قوي فوق الكود ده عشان يطلع الشاشه الحاجه بتاعت الداينامو، فتقدر انت لما تعمل حاجه معينه هو يروح يعدي على الطبقات دي ويروح يجنريت الكود. يعني هو في الاخر ابطأ، ولما حجم المشروع بيكبر بيكراش يعني، ما بيقدرش يشتغل لما بيلاقي بقى البروسيسنج كتير والمشروع كبر معاه، ما بيقدرش ان هو يعمل حاجه يعني ليه ليميتيشن في الحجم بتاع التاسك اللي هتطلع او الفانكشن اللي هتطلع. تمام. لو اتفضل لو حضرتك عندك سؤال. حضرتك بتدرس فين دلوقتي؟ لا هو انا حاليا مش بدرس كفول تايم في مكان، لكن بدرس كاكسترنال يعني في اكتر من مكان يعني. طبعا حضرتك عارف مع تي سير مهندس مشاوي، بدرس في الاي تي اي مع تكنولوجيا المعلومات، وده ده المكان اصلا يعني. هو مش عارف لو احنا نعرفه كمجال هندسي ولا لا، بس هو تكنولوجيا المعلومات هو معهد تابع لوزاره الاتصالات، بيقدم منحه في مجال تكنولوجيا المعلومات من سنه 93 تقريبا. السنه دي الدفعه اللي شغاله هي الدفعه رقم 40. المنحه بتكون منحه مجانيه مقدمه من الدوله، مقدمه من وزاره الاتصالات في مجالات مختلفة. الكور بتاعها او الاساس بتاعها هو مجال تكنولوجيا المعلومات. ده بالنسبة للاي تي اي. اوقات بروح لازري، لو حضرتك تسمع عن شركة ازري. انا بكلمك عنها بجد.
اه ازري هي الاخت بتاعت اوتو ديسك كده، بس في المجال بتاع الجي اي اس. يعني هم اوتو ديسك في البي اي ام، ازري في الجي اي اس، وهم حتى كانوا بيفكروا نفسه بعض. يعني كان اوتو ديسك كان ليها بعض المحاولات في الحته بتاعت الجي اي اس، بس مؤخرا بقى لما يعني هم دايما دول وحوش بتوع السوق، لما يلاقوا نفسهم لا مش عارفين، مش عارف ياخد منه الحته بتاعته، فيبدا يتعاون معاه، اللي هو انا مش عارف نفسك فابدا اتعاون معاه. فبقى في تعاون مؤخرا ما بين الاثنين، ان هم يعملوا انتجريشن يعني ما بين البي اي ام والجي اي اس. واصلا قعدوا فتره كبيره، مش بقى كاوتو ديسك وازري، كتو تكنولوجيز الاثنين متضادين. يعني ناس تقول لا الجي اي اس احسن، ناس تقول لا البي اي ام احسن. المفروض ان كل واحد ليه ملعبه. بالظبط، هذه النقطة. بس كل واحد بقى بيحاول كشركة بقى وعايز تاخد فلوس، فلما انا عايز باخد السوق بتاع ده كمان. طب في واحد بعت سؤال بيقول ايه علاقة الثلاث مجالات البيم والبرمجة وجاي اس ببعض، وعلاقتهم بمراحل التصميم المختلفة وتنفيذ المخططات، وعلاقتهم بالتشغيل والصيانة في فترة حياة المنشأة؟ يعني ايه علاقة الثلاثة ببعض، البيم وجاي اس؟ ولو احنا عايزين نربط الاثنين ببعض ازاي نقدر، المنصه اللي ممكن تحتويهم ايه؟ تمام. هو مبدئيا ان خلينا نقول كده يعني ايه جي اس، وبعدين نبدا نقول علاقه الثلاثه ببعض. احنا اتكلمنا عن البروجرامنج، اتكلمنا عن البي اي ام، فنقول هو عباره عن ايه، ونبدا نشوف هم ازاي ليهم علاقه ببعض. الجي اس بمنتهى البساطه هو كان عندنا الاول الكاد تكنولوجي، وطلع وراها البي اي ام بالجزئيه بتاعت ان هو ان احنا عملنا اورينتيشن للبارامتريك موديلنج ناحيه الكونستراكشن ناحيه البيلدنج. من الناحيه الثانيه كان الناس بتوع الجي اس عملوا حاجه او ستيب ثانيه برضو مبنيه على الكاد، برضو مبنيه على الكاد تكنولوجي. هي ايه؟ ان انا والله الخطوط اللي عندي دي انا عايز برضو اخزن عنها بيانات، بس في البي اي ام انا البيانات بتاعتي مرتبطه بصناعه معينه فهي ثابته، عندي في الفلور والكولوم وي 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 حاجات ثابته. اما او دي بنسميها الداتا بيز بتاعت البرنامج. اما الداتا بيز بتاعت الجي اي اس هي مفتوحه، بمعنى ان انا عندي لسه معتمد على اللاين والبوينت والبوليجون، بس اللاين ده انا بقى بعمل له الجدول بتاعه. احنا كنا بالاول بنتكلم كمثال ان انا عندي الحيطه ليها الهيدر بتاعها الثابت، لا في الجي اي اس انا اللي بعمل الهيدر، وانا اللي بحدد ان الخط ده يمثل شارع، يمثل بيم، يمثل بايب، ايا كان بقى الحاجه اللي هو بيعملها. فطبعا ان انا بقى عندي حاجه متخزن عنها داتا بيز او مخزن عنها داتا، ده بعد كده بيخليني ان انا اقدر اعمل بروسيسنج. بيساعدني في ايه الجي اس؟ بيساعدني ان انا احدد افضل مكان ان انا اعمل اي حاجه، ايا كان بقى هي الحاجه بتاعتي. افضل وانا راكب اوبر ببص على جوجل مابس، وجوجل مابس بالمناسبه هي جي اس بيزد، يعني حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي بتعتمد على الجي اس، بيقول لي فين اقصر طريق، بيقول لي فين اسرع طريق. لو بنتكلم على مثلا خدمات بتاعت حضرتك ممكن تقول لي عليها برضو، اللي هي المطافي والشرطه والاسعاف، الدفاع المدني، صح مظبوط الاسم؟ الدفاع المدني تقريبا. لو هم المفروض ان هم يكون عندهم سيستم جي اس برضو بيحدد فين النقطة اللي هيطلع منها العربية، بحيث انها تكون اقرب يعني موجودة في اقرب مكان للمكان اللي هي رايحة له. لان مثلا المطافي انت مش بتتصل باقرب فرع مطافي، انت بتتصل بالمطافي، والمطافي هي اللي بتقرر العربية هتطلع منين. فالمفروض ان انا عندي فيه سيستم، السيستم ده بيحدد العربية دي افضل مكان تطلع منه فين. وكذلك بقى ممكن في البروجكت في السايت مانجمنت، ان فين احسن مكان ان انا احط اشون فيه مثلا الحديد القديم. مثلا لو كنا احنا بنبني مكان في مكان كان فيه مثلا خوازيق قديمه او حاجه، بحيث ان انا بعد كده في الخطوات اللي بعد كده في البروجكت ما اجيش اقف هنا، لا والله انا المفروض احفر هنا وانا هشتغل هنا، فالمفروض لا اشيل الحديد ده واديه في حته ثانيه. فهو بيساعدني ان انا اختار احسن مكان ان انا اقدر الوكيت حاجه معينه، بحيث ان انا ما تعمليش مشاكل بعد كده في الطرق بقى وفي الكباري وفي الحاجات اللي زي دي. الانتجريشن ما بينهم مبدئيا يعني
عرفت البرمجه بالبي اي ام والجي اي اس، وما كانش هيبقى فيه بي اي ام وما كانش هيبقى فيه جي اي اس من غير بروجرام. اللي احنا بنعمله حاليا ان احنا بنجود عليه، بنزود عليه. هو البي اي ام موجود، الجي اس موجود، بس احنا مش عايزين نعمل ريبيتيتيف ورك، فبنسرع حاجه، بنعمل بلدن صغير او حتى تعمل ابلكيشن على بعضه، ودي حاجه ترجع لك في الاخر. هي التكنولوجيا موجوده، انت مش بتخترع التكنولوجيا، انت بتزود عليها. الانتجريشن ما بين خلال الاي بي اي، من خلال الاي بي اي اقدر اضيف، من خلال الاي بي اي مظبوط. فالحاجات السوفت ويرز المبنيه على البي اي ام ليها الاي بي ايز بتاعتها، الحاجات بتاعت الجي اس ليها الاي بي ايز بتاعتها، وبنستخدم الاثنين عشان خاطر اقدر اطور من البرنامج بتاعي. علاقه الاثنين ببعض بقى، قعدنا فتره كبيره قوي الاثنين زي ما كنت بقول لحضرتك، ايه ده بيحاول ياخد من سوق ده وده بيحاول ياخد من سوق ده، وخصوصا في الحته اللي الباشمهندس بيسال فيها السؤال بتاعه، حته اداره المنشات، الفاسيليتي مانجمنت. وفي بيبرز كتير قوي واوراق بحثيه طالعه في الجزئيه دي، حته مين الاحسن، البي اي ام احسن في الفاسيليتي مانجمنت ولا الجي اي اس احسن في الفاسيليتي مانجمنت. ولكن الانتجريشن اللي اتفقوا عليه الوحشين بتوعنا اللي هم ايزري واوتوديسك، هم اتفقوا على او ده اللي انا فهمته يعني، ان هو الاتفاق برده ما كانش معلن قوي تفاصيله، ان الموضوع هيكون ناحيه السيفل 3 دي، ان هو يقدر يستخدم البي اي ام في المشاريع المتعلقه بالطرق والكباري، وفي نفس الوقت يستفيد من حته اللوكيشن والباور بتاع اللوكيشن بتاع الجي اي اس برضه في النقطه بتاعه الطرق والكباري. انا بتهيألي الجي اي اس ادم، مظبوط، الجي اي اس ادم، الجي اي اس ادم كويس، بوصل مستوى كويس. فممكن نعمل سمارت سيتي وناخد الجزء بتاع الجي اي اس نستفاد منه ونحط سنسور في كل مكان، ويبقى مثلا المكان الشارع كله مظلم ما عدا المكان اللي فيه حركه او عربيه ماشيه، وبرده كل المعلومات بتاعه المباني اقدر اضيفها للملف دوت، بحيث لو حصل اي مشكله الشرطه تقدر تعرف الموضوع دوت وتتواصل مع بعض. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا زوجتي تعبت في يوم كده في هنا، واتصلت انا بالاسعاف ورقم واحد، فخلال وانا بتكلم معاه خلال 4 دقائق بالمكالمه لقيتهم وصلوا عند الشقه. يعني هو عارف في خلال 4 دقائق في عربيات ماشيه طول الوقت، فهو بيشوفوا 4 عربيه لبيتك ويقول لهم خلي بالك في حاله طارئه في المكان الفلاني فلازم توصلوا. فهو على ما خد العنوان خد دقيقه، 3 دقائق على ما وصلوا البيت. فدي ميزه ان هو عامل نظام ليعرف كل الاماكن فين ويقدر يوصل لكل مكان. هو ده بيور جي اي اس. جي اي اس، وبعد كده كل معلومات المباني، مثلا لو في اي تسريب في الغاز في اي مكان. لذلك في بريطانيا مشترك عشان تاخد الترخيص ان انت تديله ملف كوبي في كل المعلومات الخاصه بالمبنى، بحيث لو حصل اي حاجه كل حريقه في اي مكان تحصل هو عنده اخباريه بيها اوتوماتيك، ويقدر يوصل لك في المكان الفلاني ويقدر يقود الناس. يعني هو عارف مثلا حريقه في المكان الفلاني، فيقدر يتواصل مع الناس يقول لهم خلوا بالكم السلم الفلاني روحوا ليه ما تروحوش السلم، يقدر يتواصل مع كل الناس في المكان دوت. وده شغالين كده دلوقتي. طيب في سؤال بيسال، هل في امكانيه للتقديم لمنحه الاي تي اي دفعه 2013 ولا خلاص 2000 وكام؟ حد 2013. للاسف 2013 هيكون صعب. هو المنحه بتاعت الاي تي اي هي بتاخد لغايه اخر 5 سنين تخرج، وهي الدفعه بتاعت السنه دي خلص بالفعل بدات، فهي بتاخد خريج السنه و4 سنين وراه. لو مثلا نتكلم على السنه الجايه هيبقى خريج 2020 و2019 و2018 و2017 و2016، تمام. فيما عدا ذلك لا بيكونش ليه فرصه للاسف. هو اعتقد حضرتك كنت مسجل محاضرات على اليوتيوب. كان في بعض الحاجات الصغيره يعني، بحيث لو حد عايز يفتح في المجال يبدا فيه ان شاء الله. طب انا اللغه المستخدمه اكتر، السي شارب مع البيم، والجي اي اس بنستخدم معاها البايثون ولا العكس؟ والله انا عن نفسي بفضل السي شارب. ليه بفضل السي شارب؟ لان يعني مثلا انا دلوقتي لو حد جه قال لحضرتك انا يعني انا عايز اتعلم بيم سوفت وير، وقال لحضرتك انا عايز هل اشتغل باكسم
بنتلي ولا اشتغل بريفت اوتو ديسك؟ فرأي حضرتك هيكون ايه؟ الاشهر المستخدم في السوق بالظبط، لان هو ده اللي هيكون موجود اكتر، وده اللي لو انا احتجت فيه سؤال هلاقي فيه كوميونتي على الانترنت اكتر تساعدني، هلاقي حد غيري اصلا قبل كده سائل سؤال فهو حد جاوب عليه. فايه، فنيجي كده بقى الاخت الثالثه الاوتو ديسك وازري مايكروسوفت. فانا لا ميال طبعا لحاجه مايكروسوفت اللي هو السي شارب، مش لحاجه غير ان هتلاقي الدعم عليها على الانترنت اكبر. فلما تيجي تدخل والله تلاقي انا عندي سؤال معين، هتلاقي اصلا في ناس غيرك قبل كده سالين نفس السؤال وفي حد مجاوب عليه. فده رايي يعني. وكان في سؤال برضو كان قبليه، كان باشمهندس عبده كان بيقول ابدا ازاي في البرمجه والاوتوميشن. والله هو في انت لو عايز تشتغل في جزئيه الاوتوميشن مبدئيا لازم تتعلم الحاجه اللي انت هتعملها اوتوميشن. ما ينفعش ان انا اروح اقول انا هاوتوميت سيستم بتاع بنك وانا ما اعرفش البيزنس يعني البنك شغالين فيه ازاي. ما ينفعش اقول انا هاوتوميت بي اي ام سوفت وير وانا مش عارف يعني ايه بي اي ام ولا يعني ايه اللي انا هستخدمه اللي هو مثلا ريفت مثلا. فمبدئيا تتعلم الحاجه كراجل يوزر كمستخدم، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تبدا بقى نبدا نشوف جزئيه البروجرامنج عشان بس تبقى على قد مرحله الاوتوميشن ان انت تعمل بلجن، مش محتاج غير لغه برمجه واحده فقط. مش محتاج غير لغه برمجه واحده فقط، مش محتاج ان انت بقى تقعد تتعلم 90 لغه و عشان خاطر تقدر ان انت ان انت تقدر تعمل بلوجن. يعني هي لغه برمجه واحده فقط، وزي ما انا قلت دلوقتي ان انا برشح اكتر السي شارب. طب الافضل واحد يبدا السي شارب العادي يعني اللي هو اللي بتعملها للديسكتوب، ولا يبدا السي شارب البرمجه اللي جوه الريفت؟ لا يبدا رايي اللي هو العادي، زي اي مبرمج بيتعلم سي شارب. هو محتاج البيزكس عشان خاطر يبدا يدخل لو هو دخل على الريفت على طول هيقدر يعمل حاجات، بس هيبقى اكتر من ان هو يكون فاهم ده منين ويفهم بالظبط. بالظبط المشكله هتحصل لما يبقى عايز يعمل مشروع اكبر شويه، او لما يقابله مشكله هيحل المشكله ازاي. فلو هو عارف البيزكس كويس فلا هتفرق ساعتها. تمام. طب انا عندي سؤال لحضرتك بقى. كان في الله يكرمك يا استاذ، كان في حوار الفتره اللي فاتت ديت حوالين الذكاء الصناعي، هل هيفيد البشريه ولا خطر على البشريه؟ فانا حابب بسمع راي حضرتك. هو يعني اوكي، يعني هو حضرتك اصلا من شويه كنت بتتكلم على جزئيه ان يبقى في مثلا عندي عربيه ماشيه في الشارع وان هي بناء على مكانها عملت الاناره بتنور، فلو في عربيه واحده ما يبقاش الشارع كله منور في عربيه واحده معديه كده. ايه دخلنا ناحيه الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز، اللي هو ان يبقى فيه زي ما حضرتك قلت سنسورز الاشياء ده. انترنت الاشياء بالظبط، سنسورز بتقول لي كل حاجه شغاله ازاي. فمثلا يكون عندي فيه سنسور فعمدت الاناره، حتى مش بس عشان خاطر العربيات، لو حتى عمود الاناره مستوى الاضاءه بتاعه قل عن مستوى معين فيبدا يبعت لي الهيئه اللي مسؤوله عن الموضوع ان والله عندك العمود الفلاني موجود في المكان الفلاني، المكان الفلاني بقى بالجي اي اس المفروض ان انت تصلحه. فنلاقي ان اي تكنولوجي بتطلع جديده هي بتاثر غصب عننا، هتاثر على الصناعه بتاعتنا. يعني ان الاي او تي دي حاجه بعيده جدا عن المجال بتاعنا، حاجه مش بتخصناش، بس واحده واحده الاقي مثلا هيبقى في سنسور عشان خاطر يقيس مقدار هبوط البلاطه، مقدار هبوط القمح. بالنسبه للارتفيشال انتليجنس والله هو في وجهه نظري طبعا هو ليه وجهات نظر فلسفيه كتير، يعني حتى الناس اللي اتكلمت عنه ممكن يكونوا فلاسفه وفنانين اكتر من ان هم اصلا تكنيشنز. يعني هو الموضوع اللي هو استبدال الاله البني ادم بالاله، وده بالفعل بيحصل اصلا يعني من قبل ما يكون في المجال بتاع كلمه ارتفيشال انتليجنس هو بيحصل. كان بقاش في عندنا شغلة اسمها باش كاتب، ما بقاش عندنا شغلانات كتير. نعم في شغلانات كتير اتلغت بسبب بالظبط
شغلات كتير اتلغت وشغلانات كتير عدد الناس اللي مطلوبين فيها قلوا بسبب بسبب الكمبيوتر يعني. بالنسبه للارتفيشال انتليجنس والله يعني هو في وجهه نظري هو سلاح ذو حدين. هو في الاخر هو يعني ايه ارتفيشال انتليجنس؟ ارتفيشال انتليجنس هو انك بتجيب داتا كتيره قوي، يعني مثلا تجيب له مكعبات خرسانه والنتائج الاختبارات بتاعتها، والله دي المكعب ومكوناته ودي نتائجه، دي المكعب ومكوناته ودي نتائجه، دي المكعب ومكوناته ودي نتائجه. فبعد شويه بيبدا يحفظ ويبدا يستنتج، لو اديته المكعب الفلاني فيقول لك والله دي النتيجه بتاعته. فهنا في بقى حته تريكي، البني ادم هو اللي بيحفظ الماشين، فبناء على البني ادم هو هيقرر يحفظه ايه، هيبدا يطلع نتائج. فكان حتى كان في كان امازون اعتقد كان عندهم سيستم اي اي سيستم ارتفيشال انتليجنس سيستم بيعمل المرحله بتاعه السكريننج بتاع السي في اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، هو نشوف السيفيهات ويقرر مين احسن واحد وبيدور بكيوردز معينه. بس تقريبا كان متعصب مع الرجاله ضد الستات فعشان كده اه بالظبط. يعني اي ده الذكاء زي برضو كان في ذكاء صناعي كانت مايكروسوفت عاملاه ولو متعصب للنازيه ضد اليهود، وكان رايه ان هم يموتوا اليهود واقفين الذكاء بالظبط. ف وهو مش بيكرر يعني، هو مش مثلا قاعد يفكر كده الروبوت قاعد يفكر يقول له والله انا متعاطف مع هتلر اكتر ما انا متعاطف مع اليهود او الرجاله اشطر من الستات، لا هو الراجل اللي عم اللي اداله الداتا دي وبناء عليها هو اتصرف بالطريقه دي. فطبعا هو ده اللي هيحكم يعني. اما لا بقى لو فرضنا الموضوع مقنن وان احنا هنستفاد بيه، انا شايف ان هو هيخلي ناس كتير مهن كتير مش موجوده، بس هيجبر الانسان هيجبر البني ادم ان هو لما عشان يلاقي فرصه شغل لازم تكون دماغه شغاله. فاي حاجه فيها خلينا نقول ريبيتيتف وورك او باللفظ الدارج دونكي وورك اللي هو شغل كل يوم بتيجي الصبح بتعمل واحد اتنين تلاته، ده كده خد بالك انت في خطر، لان انت ما تعرفش بكره ايه السيستم اللي ممكن يطلع ويستبدل ده. فطول ما انت في شغلك في تفكير لا انت تمام، انت كده في منطقه امان. كل ما مشكله استاذ فاضل ان المشكله ان مصطلح الذكاء الصناعي ده كل شويه بيعلى. يعني الاول كان ان هو مثلا يميز بين صوره قطتين مثلا او حاجات زي كده، دلوقتي بيلعب شطرنج، دلوقتي بقى الشطرنج ده ما بقاش ذكاء صناعي بقى، لا يقول لك انا هديله لعبه هو انا ما برمجتوش عليها وهو يفهمها لوحده، زي اللعبه اللي هو كان بيرمي كولر فوق تخبط وبعد كده في عصايه ترد عليها وحاجات زي كده، خلى الكمبيوتر يتعلمها لوحده من غير ما حد يبرمجها له، فكل شويه السقف بيطلع. فخلينا ناخد أسوأ سيناريو، ان انا اجي الصبح بدري اروح اطارق كل الموظفين واروح مسطب برنامج اقول له انا عايز مبنى 7 ادوار وفي مثلا محلات وفي كذا على نهج ذو حديد، يروح مطلع لي تصميم معماري وانشائي وكهروميكانيكال وكل الحاجات دي، فده هيقعد كل الناس مين ومهندسين كله مراجع وكتب يقدر يرجع لها. دي فعلا حاجه خطيره جدا لازم نخلي بالنا منها، ان كل حاجه ذكاء صناعي واعتماد برضه على العمل البشري ولا مش هيبقى لنا لازمه في يوم من الايام. والله يعني في وجهه نظري العامل البشري ساعتها يكون حاجه شغل مراقبه اكتر من انه شغل بالايد، لان الشغل بالايد لو هو موضوع تكراري فهو زي ما حضرتك قلت هو خلاص هو مش محتاج حد يشتغل بايده، هو محتاج حد بقى يراقب ان البروسيس شغاله مظبوط، ان ما فيش حاجه خارجه عن المألوف يعني، او ممكن يكون حتى السيستم فيه عطل فبيطلع نتائج مش مظبوط. احنا ممكن نبرمج برنامج هو اللي يعمل الموضوع دوت. يبقى كده احنا بقى شغلنا ده بقى في اللي بيبرمج نفسه. هو مشكله بس الماشين اللي هي عمرها ما تقدر توصل لها لغايه دلوقتي برضه على قد علمنا، هي ما تقدرش تعمل عمليه الابداع تمام، هي عشان تقدر تعمل حاجه معينه او تتعلم حتى لعبه من غير ما حد يعلمها لها لازم يكون هي عندها داتا قبل كده تساعدها في انها تطلع يعني تتعلم اللعبه الجديده دي. في بعض لكن بدات تلجا انها تدي له لعبه ما لعبهاش قبل كده، يعني بداوا يبرمجوا الحاجه انها يفهم الحاجه ويجرب ويغلط لحد ما يفهم اللعبه دي
ايه القواعد بتاعتها ويلعبها. هو حط له الجوريزم هو يجرب يغلط وبناء عليه يتعلم. يعني اقول لك حاجه، في 2005 كنت قاعد مع بعض الناس الفاضل زي حضرتك كده وكلهم متخصصين، فكان في شركه بتقول انها تقدر تميز الصور السيئه وتفرزها وتعملها ديليت من على جهاز الكمبيوتر. فاحنا قعدنا نفكر ازاي دي ممكن تحصل، ايه الخوارزميات. فقلنا اكيد هم مخزنين قاعده بيانات او هم اللي عاملين الصور ديت. لا دلوقتي بقى خلاص الفيسبوك اوتوماتيك بيحفظ شكل الوش ويقدر يكتشف الصور دي ويلغيها، ذكاء صناعي خارق. وممكن مثلا لو عندك صوره اي حد يعرض على 3000 صوره ويعرف الصوره دي بتاعت مين. فبدا يتطور المصطلح اللي احنا كنا بنوصله زمان غير دلوقتي خالص في فتره خالص سنين. ده حقيقي هو في اخر 10 سنين التقدم التكنولوجي في خلال اخر 10 سنين اكتر من اي فتره في تاريخ البشريه. يعني هو قبل 10 سنين دول كان الكوكب كان بشكله، وبعديهم بقى شكل مختلف، وريت التقدم بقى بيزيد وبيبقى اسرع. فهرد على حضرتك في حته الارتفيشال انتليجنس كده، دي وجهه نظري. يعني حضرتك عارف كريم اللي هم عاملين زي اوبر؟ طبعا. عملوا خدمه كده ان هو سواقين، يعني اول ما اوبر وكريم نزلوا سواقين التاكسي الابيض عملوا مظاهرات، وكان عندهم مشكله كبيره في ان ازاي ان انت تسيب شركه تيجي تاخد حقك، ان سواق التاكسي ده فرض، ازاي بتسيب شركه راس ماليه تيجي تاخد حقي وانا لوحدي ومفروض الدوله تتصرف. مع الوقت طبعا ما حصلش حاجه، وطيب دايما العمالقه دول هم اللي بيكسبوا. فجيت بعد فتره اوبر كريم قالت هتعمل ايه عشان تكتر الخدمات، فقالت لا انا هعمل ان ممكن يكون معايا سواقين تاكسي ابيض بالتاكسي بتاعهم. فاللي عملوا سواق التاكسي الابيض ايه، في ناس قالوا لا انا هفضل شغال زي ما انا، وفي ناس قالوا انا مش عارف نفسه فانا هشاركه. فوجهة نظري لو احنا مش هنقدر ننافس التقدم التكنولوجي والارتفيشال انتليجنس ومن اخواته، ان احنا نحاول بسرعة ان احنا نشاركه بمعنى ايه، نبقى مش عارفه تبقى ايدينا في الموضوع، نقدر نعرف اكتر عن الموضوع عشان خاطر لما يحصل اي حاجه فاحنا في صفك، احنا معاك، مش احنا الناس اللي هتكون متضرره من الموضوع. ده رايي، يعني الناس تحاول من دلوقتي تبدا تاخد خطوات ناحيه المجال ده. برمجه بالظبط. هو دلوقتي برمجه للاطفال حتى اللي عندهم 4 سنين 5 سنين. اللي انا شفت حضرتك كنت عامل توتوريال في الجزئيه دي سكراتش اعتقد. انا عندي معاذ ابني بسيب له التابلت ما بيعرفش يتفرج على كرتون، بيحب هو اللعبه دي ويبرمج ويسجل حاجه بصوته بيستمتع بيها، بيحس انها حاجه لذيذه، يعني مش تعذيب بضربه عشان يسمعها وكده. يعني فما شاء الله الناس اللي عندنا ناس فاهمه ازاي تعمل حاجه كده للاطفال كده. ما شاء الله. وبعدين هو والله هو الموضوع مش صعب. اللي بيحس الناس انه صعب طريقه التوصيل المعلومه اللي بتقفلك من الحاجه. لكن انا مش شايف ان الموضوع صعب، انا شايف ان الموضوع منطقي وان ممكن الناس تقدر تتعلمه بسهوله. بس عندك مراجع كتير جدا على الانترنت، لو ذاكرت من واحد وحسيت ان الموضوع صعب شوف غيره. يعني من كام سنه، من 5 6 سنين مش من بعيد، كنت صعب ان انت تلاقي مصدر تذاكر منه. النهارده لا، انت عندك مراجع كتير. فلو حد قفلك ما تقولش ان المجال صعب، لا خش شوف حد تاني. بس هو انا قبل كده كنت ذاكرت حاجه معينه وذاكرتها بالانجليزي، اوبجكت اورينتد بروجرامنج، وبعد كده لقيت كتاب بالعربي احد الدول اللي هي بتعمل بالعربي، بس المصطلحات كانت فظيعه. البرمجه الشفهيه مساحات لكل الحاجات اللي اعرفها. طيب كان في اسئله وللاسف يعني العلوم مذكوره بغير لغتها للاسف. والله هو ممكن، بس يعني محتاجه الناس كلها تجتمع على لفظ معين. يعني انا ساعات بتفاجئ بلفظ غريب بيخليني اتوه، او اللي يترجم ما يكونش متخصص في الماده ديت فبيترجم بالشبه، ممكن ما يكونش اللفظ ده حاجه زي كده. طيب هو في سؤال بيقول لك عشان اشتغل بيم لازم اكون محترف كل برامج البيم؟ لا، يعني هو عشان تشتغل بيم من وجهة نظري مبدئيا تكون عارف البيم as a concept.
از ا بروسيس، يعني ايه بيم وليه بنشتغله، واللي هو انت توصل لدرجه ان انت لو حد قال لك النهارده بيع لي البيم ده، فانت تقدر تعرف تبيعه. لازم تكون اصلا مقتنع بالفكره مبدئيا كفكره وكبروسيس، بعدين تبدا بقى تشوف التول اللي انت هتستخدمها. لكن تول بس يعني لا، انا شايف ان ده مش صح، مش بس في اي مجال. زي ما كنا برضو بنتكلم عن البروجرامنج من شويه، قلنا ندخل على طول على الريفت اي بي اي ولا نتعلم لا البيزكس الاول؟ لا، نتعلم البيزكس الاول. ففي الاخر هي الريفت او غيره او ايا كان التول اللي انت هتتعلمها دي تول، لكن انت من غير الصوره الكبيره البيج ايمج مش هتكون شاطر زي الشخص اللي عارف هو ليه بيستخدم ده. دي وجهه نظري. تمام. هو مختص حته المنافسه برضو بتخليك على قد ما تقدر كل ما تكون عارف اكتر كل ما تكون احسن، بس ما تبقاش عارف الحاجه وبدلها. يعني تبقى ايه عارف ده شاطر في الكلاش ديتكشن، ده شاطر في الموديلنج، ده شاطر في الامبلمنتيشن كسوفت ويرز. يعني كل ما يكون عارف اكتر كل ما يكون ده احسن. المزايا يعني مثلا نفس وركس قوي مثلا في ال 5 دي، السينكرو في ال 4 دي، فممكن ناخد من كل واحد اقوى حاجه فيه. مظبوط بالظبط، ده رايي يعني. لكن ما ملهاش اعتقد يعني في وجهه نظري ما لهاش لازمه قوي ان انا اتعلم اوتوكاد ومايكرو ستيشن. الاثنين متنافسين. انت لو اتعلمت واحد فيهم ورحت شركه بتشتغل بالتاني هتعرف تغير، بس انت ما تقعدش بقى تضيع وقت ان انت تتعلم حاجتين متنافستين. تمام. انا كنت شغال في شركه وكان البيم مانجر ما كانش شغال ريفت، بس هو كان فاهم فكره البيم وفاهم العمليات، وكان شغال ببرامج تانية غير الريفت، فكان سهل جدا ان هو يسيطر على الموضوع وان هو يعمل لنا سبورت، وما شاء الله كان قايم بدور زياده. لانه عنده الكونسبت، عنده الكونسبت ويشتغل على برامج مشابهه. بالظبط، التول تختلف عادي ما فيهاش مشكله خالص. يعني لو النهارده اوتو ديسك قررت ان هي هتقفل الريفت وهتفتح حاجه جديده، فانت خلاص هتروح عارف ايه الحاجه اللي انت بتدور عليها وهتتصرف. لو النهارده قررت ان هي مش هتسبورت السي شارب تاني وهتنزل لغه جديده، او انت قررت فجاه ان انت مش عايز تشتغل بالسي شارب وهتشتغل بالجافا، وفي الاخر هي نفس الكونسبت، انت بس هتشوف الشكل الجديد للحاجه ايه. هو حضرتك تقريبا اول ربع ساعه حضرتك اتكلمت فيها ما قلتش اسم ولا لغه برمجه، كنت بتتكلم على فكره البرمجه بس لحد ما انا بالظبط ذكرت اسامي. هو كونسبت يعني لو حد فاهم لغه بالظبط. يعني في الاخر دي تول، الاهم الكونسبت هو ده الاصعب. تمام، ده الاهم. فكره التول انت تبقى مربوط بتول، التول لو انتهت فانت انتهيت. تمام. طيب هو سؤال، لو هو عارف البيم والسوفت وير يروح ايه؟ يروح الار اي سي اس ولا زوجريت ولا اوتوميشن ولا اف اي ولا ماستر بيم؟ وشغال على كذا محور. اوكي طيب، يعني انا ايه خليني كده اتفرج عليه. بالنسبه لمعرفه البيم ده شيء اساسي، هل بعد ما عرفت بالبيم والسوفت ويرز ايه القادم من طيب؟ اوكي، يعني بالنسبه للماسترز بتاعت البي ام، طبعا انت لو راجل ريسيرشر وعايز تفيد البشريه في الجزئيه دي وعايز تعمق طبعا ممكن تتجه للماسترز في جامعه القاهره مع دكاترتنا طبعا واساتذتنا دكتور محمد المهدي ودكتور محمد الله. هو اللي كان ماسك لجنه الكود المصري. ما شاء الله. ودكتور محمد حسين سرور اعتقد برضو حضرتك ممكن تكون قابلته قبل كده. طبعا دكتور عماد البلتاجي، كل دول اساتذتنا. دكتور عماد البلتاجي هو اللي ماسك بيم اريبيا رئيس التحرير بتاعها. ما شاء الله. دكتور عماد جه درس مره عندنا في القسم في اي تي اي، بس بعد كده ما حلفناش الحظ للاسف، لانه معظم الوقت ما بيكونش موجود في مصر يعني. فانا رايي يعني الموضوع هيكون مفيد لو انت حابب ان انت تتخصص اكتر في الحته دي، وان انت حابب اكتر المجال البحثي. الاف اي اعتقد هي بتبقى مفيده اكتر للناس اللي عايزين يسافروا دول بعينها.
هي اللي بتطلب الاف اي. الاوتوميشن والله ده قرارك، هل انت راجل حابب ان انت تشتغل انجينيرنج، ده اللي انت حابه، ولا انت حابب لا انا عايز ان انا اطور ازود حاجه، او عندي فكره معينه انا عايز ازودها، او حتى من باب ان انت عايز تزود سكيل عندك، ان هو انت مهندس بطبيعه شغلك وفي حته صغيره عايز ازودها، فانا مش هاخد الاوتوميشن كتخصص، بس هتعلم لغه برمجه ممكن تساعدني في شغلي. واعتقد ده اصلا اي حد يعني، مش بس المهندسين يعني. بالنسبه لي الانجليش، الانجليش مش اوبشن، وده الامان، اي مرجع عندك هتلاقيه بالانجليش. لو عايز تسافر فانت محتاج الانجليش، لو عايز تشتغل في شركه مالتي ناشونال فانت محتاج الانجليش. الانجليش مش اوبشن اصلا، الانجليش ده من قبل اصلا الهندسه، من قبل يعني، اهم من الشهاده نفسها. ده حتى انت بتبدا دراسته منطقيا كده في التايم لاين بتاع دراستك، الانجليش قبل الكليه يعني، فده مش اوبشن فوق نظري. بالنسبه لمنطقتين التانيين الحقيقه ما اعرفش عنهم قوي. طيب شهاده الار اس اس دي شهاده تبع معهد مساحه في بريطانيا، بس للامانه كورس غالي، وهو مركز على جزء صغير لان هو مش متخصص في البيم، هو مركز على جزء صغير من الكود بي اس 1192، ويعني بناخده 6 شهور بس، لو احنا ذاكرناه كده من الكتاب ممكن يخلص في ساعتين المنهج كله. فهو يعني انا خدت الشهاده بس ما انصحش حد بيها لانها غاليه. وزوجرت هو ماستر في اسبانيا بس غالي، تقريبا حدود ربع مليون مصري حاجه زي كده، فالربع مليون دول ممكن واحد يتجوز مره او اثنين يعني، اوفر او ممكن يعني يعمل شركه بيهم يعني، فانا شايف ان هم مبالغ فيهم او يتعلم بيهم مع عدد سكيلز اكبر بكتير من اللي هو ممكن يتعلم من مكان واحد. مظبوط، بالشهاده ممكن واحد يتعلم لغات، ممكن واحد يتعلم في بوم برمجه، يعني المبلغ ده ممكن واحد يعمل بيه حاجات كتير جدا يعني. بالظبط بالظبط، ده رايي يعني، انا متفق مع حضرتك جدا يعني. انا الحقيقه انا ما عنديش علم بيهم قوي، بس على قد ما اللي انا فهمته من حضرتك، هو الار اي سي اس اس دي هدي اونلاين ولا اوفلاين؟ لا ممكن، هي بتبقى عباره عن اوفلاين، بيفتح لك كل شهر بعض الفيديوهات تتفرج عليها، وبعد كده بيبقى فيه زي امتحان بسيط معلوش درجات، في اخر 6 شهور بيبقى فيه امتحان صح وغلط، وسهل جدا ان تنجح فيه يعني، مفيش حد سيس فيه قبل كده يعني. ومش قلت ان هو فعلا اسعارهم غاليه، لان هو بيقول لك هديك شهاده، فالشهاده دي بيعلي بقى سعر الكورس بتاعه جامد زي زوجر طبعا. يعني انا ما اعرفش عنهم قوي، بس على قد ما انا اللي انا عرفته من حضرتك، انا شايف لا يعني الافضل تتعلم الحاجه بتاعت الصناعه بتاعتك ككونسبت وكتول وكاوتوميشن، ما يضرش كحته زياده يعني. الانجليش اساسي عشان خاطر تذاكر اصلا من اي مرجع، فمعظم المراجع باللغه الانجليزيه، وحتى في الشركات مطلوب منك في بعض الشركات ان تكون عندك ما تقلش عن ليفل معين يعني. اعتقد في ده سؤال لحضرتك، وهل ممكن توفر لنا الداتا الخاصه بالمستر كذا كذا كذا؟ انا موفرها اوتوماتيك على القناه بتاعت اليوتيوب يعني. الفكره بعد ما سمعنا الحاجات لخصناها وبشكل اقوى يعني، هم كانوا مركزين على 3 4 صفحات، لا احنا شرحنا بالتفصيل الكود يعني، شرحنا كذا كتاب غير الكتاب دوت، مع الكتاب دوت مع كود السنافوري وكود هولندا وكود الامريكي وكل الحاجات دي. فالحمد لله لو دخلت دورت على القناه بتاعت بيم اريبيا هتلاقي الحاجات دي بالتفصيل. في سؤال بقى لحضرتك يا استاذنا، هل ممكن واحد يذاكر الماتيريال بتاعت الاي تي اي لوحده؟ يعني الدروس اللي هي على اليوتيوب بتاعت السي شارب ممكن واحد يذاكرها لوحده؟ ممكن يقدر يذاكر لوحده طبعا، ويعني كان وبرضه دي حاجه يعني لو في حد حابب يشارك فيها انا ما عنديش مشكله نكرر التجربه دي تاني. كانت تجربه كنا جربناها قبل كده، مجموعه من الشباب ما قدروش ان هم يدخلوا الاي تي اي، طبعا قدامهم كذا اوبشن، قدامهم ان هم يذاكروا لوحدهم، قدامهم ان هم ياخدوا الكورس بره، بس دول كانوا قرروا ان هم هيشتغلوا سيلف ستادي. فعملنا حاجه لطيفه كده، كنا لمينا بعض كده في جروب، وكان كل اسبوع بقول لهم والله يا جماعه انتوا الاسبوع ده هتذاكروا كذا، وفي اخر الاسبوع هتسلموني كذا، وهتذاكروا من اللينك الفلاني.
هم بياخدوا اللينك يذاكروه ويطبقوا ويبعتوا لي في اخر الاسبوع وانا اشوف الحاجه اللي هم عملوها. والحقيقه الناس حققت نتيجه كويسه يعني. فلو وده طبعا ده اكيد بدون مقابل يعني، حاجه ما حاجه كده كمساهمه يعني. فلو اصلا في جروب زي ده حابين ان هم يتعلموا حاجه زي كده، انا ما عنديش اي مشكله. تمام، نعمل حضرتك جروب ونعمل جروب برضو للبيم برضو نفس الفكره يعني، فكره ممتازه ان شاء الله. اعتقد دي يعني هي مش هتاخد مني وقت، وبالنسبه للناس هم كده كده الناس عايزه تذاكر، فاعتقد دي هتكون تجربه كويسه يعني. خلاص باذن الله نعمل جروب كده ان شاء الله ونتفق مع مستر هشام مشكورا نبدا يشوف كده ان شاء الله باذن الله. طيب الواحد في ناس بتقول لك ايه، انا في خلال العشر او خلينا نقول سؤال بصوره اخرى، في كتب بيقول لك ايه تعلم السي شارب في 10 ايام، وفي كتاب بيقول لك تعلم البرمجه في 10,000 ساعه، فحضرتك من انصار انهي فريق؟ والله يعني انا شايف ان كل واحد وليه التايم لاين بتاعه يعني. يعني ما ينفعش ابدا ان انا هقول ان كل الناس هتتعلم في نفس المده. الموضوع ممكن فعلا تتعلمه في مده صغيره، تتعلم سي شارب في مده صغيره، بس ما تعرفش تكتب ولا سطر كود. دي مشكله الحاجات البراكتيكال يعني. انت تقعد تتفرج عظيم، انا فاهم كل كلمه بتتقال، اجي اكتب واجي انفذ لا، ما ايدي تقيله مش عارف اكتب حاجه. جرب مره واثنين وثلاثه بالظبط. ففي فرق ان انا فهمت، فرق ان انا فهمت وبطبق، وخصوصا كمان ان الفهم بالمشاهده حاجه والفهم بالمشاهده والتطبيق حاجه تانية خالص. يبقى في جابس كده عمرها ما تتغطى مهما كان المحاضر شاطر. لازم لا انت تجرب بايدك عشان خاطر 10 ايام ماشي اوكي تعلم فيهم تعليم سماعي، لكن ان انت تقدر تطلع نتيجه بايدك عايز 10 ايام. يعني 10 ايام. وبعدين برضو في نقطه، في حاجه لو الحاجه بتاخد وقت كبير في التعلم، مش بتكلم على البرمجه والله، بتكلم بشكل عام، لو الحاجه بتاخد وقت كبير في التعلم ف ده مش شايف ان هو مدعاه يعني ان انت ما تاخدهاش. كده كده الوقت هيعدي يعني. حتى كان في كده كانت بتقول هو من لو انت في حاجه مثلا انت هتعملها فهتاخد 5 سنين، فانت كسلت على انها هتاخد 5 سنين، كده كده ال5 سنين هيعدوا، وهتيجي تسال بعد ال5 سنين دول هتقول طب انا لو كنت بدات الحاجه كانت خلصت. تمام صحيح. فالوقت هيعدي، فمش معنى الحاجه هتاخد وقت طويل ان انت تكسل عنها يعني. تمام. هو الفكره بس في الواحد يظبط الاولويات بتاعته ويركز في برمجه واحده. الفكره كلها بعض الناس ايه شويه سي شارب، وبعد كده الناس تقول له جافا احسن، لا ده الاتش تي ام ال، طب اتعلم الديسكورج، فتلاقي كل 3 4 ايام بلغه برمجه مش مختلفه يعني. يعني مش هنخلص. مش هنخلص خالص يعني. لا يعني انا شايف ان انت الموضوع برضو بالنسبه للناس حديث التخرج بيكون صعب، وكلنا مرينا بالمرحله دي. احنا مش عارفين السوق محتاج ايه والشركات عايزين ايه، وانا ازاي ممكن اجيب فلوس باسرع وقت ممكن. فانت ممكن تعمل حاجه لطيفه عشان خاطر تقدر تعرف ايه هي الحاجه اللي انت هتذاكرها، حتى من غير ما يكون عندك منتور او شخص يدلك. اعلانات الشغل، اعلانات الشغل بيكون 1 2 3، فاعلانات الشغل دي الحاجه اللي تلاقيها بتتكرر غالبا هي دي الحاجه اللي انت محتاجها. تمام. حاجه تسوق يعني. حته النصح، حته النصيحه من اكتر الحاجات اللي بتودي ناس في ده هي النصيحه يعني. للاسف يعني النصيحه دي حاجه بتحسن يعني من اتجاه الشخص اللي بيسمع. بس في اوقات كتير النصيحه بتكون ممكن تكون النصيحه مظبوطه ما فيهاش مشكله، بس هي مبنيه على تجربه شخص وتجربته غير تجربتك، فالحاجه اللي نفعت معايا مش هتنفع معايا. زي لما حد يقول لك انا بذاكر بالطريقه الفلانيه، انت تيجي تجرب تذاكر بطريقته فما تنفعش معاك. هو ما بيضحكش عليك، بس هي مناسبه معاه ومش مناسبه معاك. خد بالك من النقطه دي، ممكن تكون تجربته غير تجربتك، والزمن برضه وقت ما هو سلك الطريق ده في الوقت ده كان ده الطريق الصح، وقت ما انت اتخرجت ما كان الحاجه دي بقت خلاص لا قيمه لها يعني. فانت
معلش بقى محتاج ان انت عندك هوم ورك، ان انت تقعد تعمل اناليسيس للسوق وتبدا تشوف الشركات بتطلب ايه وبناء عليه تتحرك. تمام. طب في سؤال، شهادات برامج مايكروسوفت معتمده عن طريق امتحانات زي توديس يعني ام سي سي اي او سي شارب والحاجات ديت، ليها سيرتيفيكتس يعني مايكروسوفت ليها سيرتيفيكتس زي اوتوديسك ايزر ليها سيرتيفيكتس، كل الشركات اي شركه بتنزل برودكت بتنزل له سيرتيفيكت. والاهم من السيرتيفيكت بامانه يعني انا مش من الناس المؤيدين او من محبين السيرتيفيكتس، السيرتيفيكت عظيمه وكل حاجه وبتثبت ان انت عندك ليفل اجاده معين، بس في الاول في الاخر اللي بيحكم هو مقدار اجادتك الحقيقي مش السيرتيفيكت. وجهه نظر، بس اه عندهم شهادات. ما اكيد يفيد لاي مهندس بيم. مهندس البيم مش هتفرق قوي، هي ممكن بس تقول ايه ان الراجل ده بيعرف لغه برمجه، لكن هو ما اعتقدش يعني ان احنا هيكون عندنا محتاجين حد شغال ومعاه سيرتيفيكت من اوتوديسك. اعتقد سوري من مايكروسوفت. اعتقد ان دي لسه مرحله ما وصلنالهاش يعني. طب في حد كان بيعمل دكتوراه في بريطانيا وكان عايز رساله الدكتوراه بتاعته عن المشاكل اللي بتواجه الجي اي اس ويحاول يحلها في رساله الدكتوراه، فايه المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه الجي اي اس؟ المشاكل اللي بتواجه الجي اي اس بالنسبه لايه؟ طيب في انهي مجال ولا بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام يعني هل في مشاكل مثلا في التواصل مع البي اي ام؟ هل في مشاكل في الكوردينيشن؟ هل في مشاكل في الدوكيومنتيشن؟ اوكي، هو في طبعا مشاكل في التواصل مع البي اي ام، يعني في برضه عدد اوراق بحثيه لا باس به طلع في الجزئيه بتاعت البي اي ام والجي اي اس انتجريشن، وعشان كده الناس كلها كانت مستنيه ومتشوقه للنتيجه اللي هتطلع ما بين اوتوديسك وازري، ان الموضوع في ناس كتير بتبذل فيه مجهود وما طلعش منه حاجه. تمام. السبب الانتجريشن ما بين الاثنين ليه كذا ليفل. يعني مبدئيا على مستوى الداتا، الداتا بتاعت او اللي يسموه السكيما بتاعت البي اي ام سوفت وير، سواء بقى الاي اف سي او الار بي تي او ايا كان، بتتكلم بلغه وليها الاوبجكتس بتاعتها مختلفه تماما عن الاوبجكتس بتاعت الجي اي اس. فعشان خاطر تقدر ان انت تفهم، تجيب الاثنين كده الاثنين سكيما وتقول ان والله ان الصباع ده هنا هو الصباع ده هنا، دي مش حاجه سهله، لان ده بيتكلم بلغه وده بيتكلم بلغه، ودي طبعا انا شايف انها مشكله. يعني في بالنسبه برضو للهندسه الانشائيه، وجهه نظري ان الجي اس صعب حبتين عليها ان هي تقدر تسبورت حاجه زي كده، لان الهندسه الانشائيه بيدخل فيها تفاصيل تسليح وحاجات زي كده، بالنسبه للجي اس هتكون صعبه انها سبورت حاجه بالشكل ده. وعشان كده من الاخر يعني بنبدا نقول ان البي اي زي ما حضرتك قلت ان كل واحد ليه ملعبه، البي اي ام ان دور ملوش منافس، الجي اس او الدور ملوش منافس، فنقدر فعلا نستفيد بالاثنين في حته زي ما حضرتك قلت السمارت سيتيز. طب برنامج مثلا زي السيفر 3 دي، برنامج السيفر 3 دي حضرتك بتحطه مع البيم ولا مع الجي اس؟ والله ما هو عشان كده بقول لحضرتك، هم انا ده كان توقعي، واعتقد ان هو ده يعني كنت مش فاكر كنت شفته فين، كان ان هو ده اللي هيكون الانتجريشن بين الاثنين. انا في رايي هو ده السوفت وير اللي هيطلع اوتبوت من الاثنين، ان الاليمنت او البيلدينج اليمنتس او الاستراكشر اليمنتس اللي هي الحاجات اللي متعلقه بالبناء نفسه، دي هتبقى دي بي اي ام بيور بي اي ام، والجزء بتاع اللوكيشن والراوتنج والحاجات اللي زي كده ده هيبقى ده جي اس. فرايي ان هو يحسب على الاثنين، وده يبقى المولود الاول يعني. تمام. وبرده برنامج الانفرا وركس والنفس وركس يعني ممكن في المستقبل، او انا صراحه ما اعرفش البرامج بتاعت جي اس قوي، فبنحاول ندور على المنصه اللي ممكن نجمع فيها الاثنين مع بعض، البيم مع الجي اس. والله يعني هو النفس ورك طبعا في رايي هي تعتبر بيور بي اي ام. بالنسبه للجي اس برضه لو حد حابب ان هو يتعلم جي اس اونلاين برضه، انا يعني سواء بروجرامنج انا بتكلم اونلاين، بي اي ام انا بتكلم اونلاين، جي اس بتكلم اونلاين.
موقع ازري نفسه عليه توتوريالز فور فري، تمام، وبتبدا من البدايه. فده طبعا الحاجات، البرامج سهل الواحد يحملها. لا هي مش سهله للاسف. وهي بتدرس الناس اللي سهله. بالظبط، هم بيحموا حاجتهم قوي يعني، هم الاثنين. بس ممكن في بعض الكورسات بتكون على المنصه الاونلاين بتاعتهم، تمام، يعني هم عندهم اسمها اونلاين، دي ما بتحتاجش سيت اب، دي بتعمل بروفايل وبتدخل تستخدم الحاجه بتاعتهم. فدي ممكن تكون لطيفه بالنسبه للناس اللي مش عايزين ينزلوا سوفت وير ويكون الموضوع سهل، لكن بالنسبه للسيت اب لا. وبصراحه بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، الطريقه اللي هي الليجل، لا ما بتبقاش سهله يعني. تمام، اعتقد اصلا ان اوتو ديسك بتبقى اسهل. تمام، حاضر يا معلم. طب ماشي يا دكتور. طب بقول لحضرتك يا استاذنا دلوقتي، يعني انا عارف ان احنا طولنا على حضرتك كده. طيب دلوقتي فرش اوتو ديسك، فرش اوكي، الاستخدام بتاعه ايه؟ فورج هو ممكن نقول انه انترفيس ما بين السوفت ويرز بتاعت الاوتوديسك اللي احنا عارفينها حاليا، وما بين الويب بيم او البيم 360، ممكن نقول الانترفيس البرمجي ما بين الاثنين. تمام، وده محتاجين لي HTML وجافا سكريبت وسي اس اس، ولا ممكن نبرمج بالسي شارب؟ لا سي شارب مش هينفع هنا، لازم برمج. مش هينفع هنا، مش هينفع هنا سي شارب، لان هو بندخل في جزء الويب وهو متعلق بالانترفيس اكتر، فهو محتاج جافا سكريبت وحاجه اسمها جيسون. فهو قصه مختلفه شويه عن الاوتوميشن العادي، تمام، مختلف شويه عن البلوجز. وهو برضو ستيل من رايي يعني ان بيم 360 وان الفورج لسه في بداياته يعني، لسه واكيد حضرتك هو شغال فيه، الباب بيلاقي مشاكل كتيره لسه في البدايه، لسه مش جاهز. لسه مش جاهز. هو ليه مستقبل، هو ليه مستقبل، ومع الوقت عشان اصلا نقدر نوصل لبيم ليفل 3 مش هينفع من غير مساعدة الفورج والبيم 360، لكن عشان خاطر نقدر بقى ان احنا نشتغل في الريل تايم، او مش هينفع من غير الفكرة بتاعتهم، لان ممكن شركة تقدر تسبقهم، يعني تقدر تسبق اوتوديسك. بالظبط، بس الفكرة بتاعتهم مظبوط، صح، انترنت بيم او انتجريشن بيم. ف اوتوديسك ما بتعملش برامج، بس بتعرف تعمل، تشتري برامج قوية وتعمل لها تسويق قوي. الريفت اصلا مش بتاع الديسك يعني، حاجات ولا حضرتك عارف يعني، ولا المايه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، ولا ولا اي حاجه. هو بياخدوا الشركه بالناس اللي فيها ويشتروها يعني، هم بتوع، هم شاطرين، هم بتوع بزنس. ما شاء الله. طب حضرتك تنصحني ايه بقى اللي جاي نركز عليه؟ والله يعني انا مش، النصيحه دي كبيره شويه. بس انا ايه، ممكن اقول وجهه نظري او الحاجه اللي انا بعملها، والناس طبعا هم ما لهم حريه الاختيار يعني. انا شايف الحقيقه ان موضوع البروجرامنج ده مش اوبشن حاليا في الفتره الجايه، موضوع البروجرامنج مش للمهندسين، موضوع البروجرامنج لاي مجال هو هيكون داعم قوي، زي ما كنا بنقول من شويه ان انت شايف ان التطور التكنولوجي هو ده القطر اللي بيجري ومحدش عارف يوقفه، فلازم تلحق القطر ده. ده وجهه نظري. دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه كان بروجرامر شاطر جدا، وكان دكتور، سافر السعوديه يشتغل في الجزئيه دي، ان هو بيبرمج للمختبرات والمعامل الطبيه، فهو فاهم الحاجه، فسهل جدا نعمل لهم اللي هو حاجه اللي هم عايزينها. اوكي. لا انا ما كنتش اعرف المعلومه دي الحقيقه. لا هو قالها قبل كده كذا مره يعني، و كذا مؤتمر يعني. فهي الفكره كلها زي ما حضرتك بتقول، لو انت راجل متخصص في العماره او الانشائيات او التدريب، وطلب منك تبرمج، هتلاقي نفسك فاهم الفكره، فسهل ان انت تعملها يعني. حتى بحس كده ساعات ان الريفت اللي بتاعت جزء الكهرباء ملوش مهندس كهرباء يساعدهم، فعاملينه حاجه ضعيفه جدا. لو عندهم مهندس كهرباء قوي هيقدروا يعملوا حاجات تسهل الشغل على
او تعمل حسابات بشكل اقوى. بالظبط بالظبط. وده يعني وده جاي غصب عننا يعني، حتى احنا لو ما لحقناش القطر هو القطر جاي جاي. فغصب عننا. ووجهة نظري بالنسبه لاي حد حتى مش مستوي النقطه دي، على الاقل تلتحق بالبي اي ام، يعني على الاقل تلحق القطر بتاع البي اي ام، لان حتى لو النهارده هو ملوش او الفرص بتاعته مش كتيره زي يعني زي ما المفروض انه يكون موجود، بس هو غصب عننا الناس مش هتفضل شغاله بالطريقه القديمه او بالمدرسه القديمه دي لفتره طويله. مع الوقت لا يعني اصلا ممكن يبدا يبقى في تدخل من الدوله زي ما حصل في دول ثانيه، ويبدا يقول لك لا انت وقف شغل بالطريقه القديمه وبعد كده كل المشاريع بتاعتك تبقى في اي بيز. فدي وجهه نظري يعني. ده غير كمان ان احنا عندنا السوق مع وجود الانترنت، السوق بقى سوق انترناشونال، السوق مفتوح. فانت المنافس بتاعك مش على قد مصر او مش على قد البلد اللي انت فيها، انت المنافس بتاعك ممكن يكون واحد في الهند، ممكن يكون واحد في اندونيسيا، ممكن يكون واحد في ماليزيا. انت بتشوف الدنيا شغاله ازاي وبتحاول ان انت تواكب ده، خصوصا ان اصلا في مواقع فريلانس كتير انت ممكن اصلا تدخل تاخد من عليها شغل. حتى في الانجينيرنج مواقع الفريلانس دي دايما واخده سمعه ان هي الشغل اللي فيها بس للمبرمجين والجرافيكس. اه بالظبط. لا في شغل للمهندسين. انا عارف بس شغلتهم كلها معتمده على المواقع زي ابورك وفريلانسر والحاجات دي. بالظبط. بياخد الشغل وبيتحاسب بالدولار وحاجه ما شاء الله كويس جدا. بالظبط. اه وكويس جدا كويس جدا. في ناس متفرغين للموضوع ده. اه اهم حاجه ان هو ما يصحاش بدري يروح الشغل. انا بصحى 6 الصبح هناك. فحاجه كويسه يعني لذيذه. دي ميزه مهمه. ميزه مهمه جدا يا معايا. ان شاء الله. بس انا عارف ان انا طولت عليك وجزاكم الله كل خير. اتمنى كل فتره كده فاضي نعمل وحضرتك وعدتني يوم 26 مارس ان انت تكتب مقاله لبما ربيع. انا والله انا والله فعلا انا عارف وكل شويه بجدد الوعد. لو حضرتك تاخد بالك كل ما بنتكلم بقول لحضرتك انا فاكر والارتكل اللي هيكون موجود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الفتره يعني قبل نهايه السنه باذن الله في ارتكل. وحتى والله في بالي فكره، بس اكيد حضرتك عارف يعني هو غصب عن الواحد هو الشغل اللي بيخلي الدنيا زحمه. ان شاء الله. وعشان كده انا قلت لحضرتك يعني الفكره بتاعت المقابله بتاعتنا النهارده دي كانت اسرع شويه ومش محتاجه تجهيزات كتير زي حاجات تانيه. فانا قلت ايه نلحق ناخد خطوه وان شاء الله في الفتره الجايه لو الدنيا مشيت انا بفكر حتى يكون في اكتر من تكون زي سلسله يعني، بس ربنا يكرم بس نبدا يعني. مش عايز اقول اكبر مني. وفي حاجه بنحضرها برضه وبقول لحضرتك عليها بعد اللقاء نظبطها مع بعض ان شاء الله، بحيث نعملها مفاجاه للناس حاجه كده تبع بما ربيع وان شاء الله شغالين فيها مع الشباب منهم محمد ايمن معانا هو في اللقاء، عارف هو الحاجه اللي احنا بنخطط لها. اقول لحضرتك عليها ان شاء الله بعد ما نخلص باذن الله. شكرا لكل الناس وشكرا لاستاذنا المهندس هشام، وان شاء الله يعني مودين لقاء باذن الله. الله يكرمك. شكرا جدا لحضرتك.